بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد حياكم الله أيها الأحباب، مرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وتبوأتم من الجنة منزلا، وهذا مجلس جديد من مجالس دبلومة القراءات العشر الصغرى الشاطبية والدورات تحفيظا وشرحا موجزا. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند فرش الشاطبية، ووعدنا أننا اليوم سنشرح الأبيات. صحيح يا شيخ محجوب؟ إن شاء الله. كان في عندنا شرح للأبيات، كنا متأخرين في الأبيات في الشرح، يعني أخذنا الحفظ ولم نأخذ الشرح، فاليوم هنأخذ الشرح وغدا نشرح في أبيات جديدة بشرح جديد للأبيات الجديدة. الأبيات التي وقفنا عندها تحديدا، هذه نشوف هنا تقريب الشاطبية، نحن متوقفون عند الحد عند البيت 455. تمام، 455. فضلا اقرأ البيت، ماذا قال؟ ايوه، وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. الله يفتح عليك. إذن يتكلم الآن عن إيه؟ هو بعد حروف فول. نعم، سميها فول، سميها لفو، وفل، شكلها كيفما تحب. المهم هو بعد الفاء والواو واللام. وكذلك هي، وذا قال وها هو بعد الايه؟ بعد الواو والفاء ولامها. الواو والفاء ولامها. وها هي، وها هي، وها هي مثلها نفسها. اسكن، نسكن لمين؟ راضيا باردا حلا. المغاربة عندهم طريقة جميلة جدا، انهم يجمعون الحروف الثلاثة في كلمة. يقول لك مثلا بدل ما تقول راضيا باردا حلا خليها بحر، خلاص. يبقى من الذي يسكن الهاء من هو وهي اذا جاءت بعد الواو او الفاء او اللام؟ بحر. قالون، قالون، والكسائي، والكسائي وابو عمرو. الله يفتح عليك. على الترتيب بقى هنا، راضيا باردا حلا، كسائي، قالون، ابو عمرو. على ترتيب بحر، قالون، ابو عمرو، كسائي، مش هنختلف، محصله واحده. والباقون بالضم. يبقى اقول ايه على نفس ترتيب الشاطبي كده، وهو تبقى ايه؟ وهو، وهي، وهي، فهو، فهو، فهي، فهي، لهو، لهو، لهي، لهي. وثم هو رفقا بانا. ثم هو اسكنها عطفا على الاسكان لمين؟ رفقا بانا. الله، كلمه جميله، رفقا بانا، يعني ظهر الرفق. رفقا بانا الكسائي وقالوا. طب مين اللي انفصل؟ ابو عمرو. يبقى اذا بحر اهو زي ما اتفقنا، راضيا باردا حلا، ولكن ثم هو هينفصل ابو عمرو، فابو عمرو يبقى ايه؟ ايه ثم هو يوم القيامه من المحضرين في سوره القصص. يضمها. انما رفقا بانا كسائي وقالون ثم هو، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا. ثم هو يوم القيامه من المحضرين. والضم غيره. وكسر وعن كل يمله وانجلى. وكسر بيتكلم على الهاء بتاعت هي، ما هو ما ينفعش يسكت ويقول ضم، قرأ هو وهي بالإسكان فلان وفلان وفلان، والباقون بالضم. طب هي حد يقرأ هوية؟ أبدا. فلابد أن يبين أن هو الهاء مضمومة لمن سوى من أسكن، وهي الهاء مكسورة لمن سوى المسكنين. وعن كل يمله وانجلى. يمله في سورة البقرة، فاليوم وليملي للذي هو عليه. لا، أن يمله هو فليملي وليملى. يا الذين نزل تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وليكتب ان يكتب هادي ولا يكتب ان يكتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. وقف الازم. واليوم للذي على الحق وليتقي ربه.
إلى قوله فإن كان الذي عليه الحق عليه الحق سفيها سفيها أو أو ضعيف ضعيفا أو لا يستطيع ولا أن يكون أيهم يمل هو فليملل، بالضم بلا خلاف، بالضم بلا خلاف. خلاص هذا من الإيه؟ من الشاطبية. إحنا اتفقنا عشان ما نلخبطش نفسنا، ممكن نعمل طريقتين، ممكن نخلص سورة البقرة من الشاطبية ونرجع نعيدها من الدرة، وممكن ناخد 5 أبيات من الشاطبية ونروح ناخد ما يشابهها من الدرة، وممكن ناخد فرش الشاطبية ثم ننهيه كما فعلنا في الأصول ثم نرجع لأصول لإيه لفرش الدرة. أنا شخصيا أرجح هذه الطريقة نمشي الأخيرة، إن إحنا نكمل فرش الشاطبية كاملا ثم نرجع إلى فرش الدرة. ليه؟ عشان ما لا يحدث تشويش في الحفظ، لا يحدث تشويش في أيضا المعنى والشرح. في جنازة بتمر هنا، أضف إلى هذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أضف إلى هذا يا شيخ محجوب إيه؟ مسألة إن إحنا لما نخلص فرش الشاطبية ونرجع لفرش الدرة هيبقى فيها مراجعة، نعم كل نعم الأشياء استقرت في مواضعها، وبعدين يبقى بسم الله بنراجع، بناخد الدرة وبنراجع بقى إيه؟ بنراجع فرش الشاطبية، فرش الدرة ثم فرش الشاطبية. الشيخ ماهر كان يسألني اليوم، معرفش جه ولا لأ، ما جاش معانا الشيخ ماهر، كان بيسألني وربما هو خيل له إليه أن الموعد بتوقيت مكة، بيقول لي أنا رحت ومحدش ما لقيتش حد. أنا جلست ودخلت وما لقيتش حد، فبعت له المواعيد تاني. أنا لعلي أذكر له الآن قبل أن أنسى إن المواعيد بتوقيت، يا شيخ ماهر السلام عليكم، المواعيد بتوقيت المغرب وليس بتوقيت مكة، المواعيد مكتوبة عندك بتوقيت المغرب أهو، مكتوبة أهو في لوحة الجدول، في المغرب على توقيت المغرب. توقيت المغرب قبل مكة بساعتين، صح؟ قبل مكة بساعتين، يعني احنا الآن في الغرفة اهو، احنا النهاردة استثناء لأن احنا النهاردة بدأنا متأخرين، فاحنا الآن عندنا الساعة 6:50 تقريبا، عندك في مكة 8:50. تمام يا شيخ ماهر، بارك الله فيك، إن شاء الله المواعيد كما عندك في الجدول، الساعة 4 بتوقيت المغرب مساء، يبقى عندك في مكة 6 مساء يوميا إن شاء الله من الاثنين إلى الخميس، وأما الجمعة والسبت والأحد فعطلة للمراجعة. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله. أنا نبهته أهو برضه تذكير لنا. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمله. طب معايا يا شيخ محجوب عشان تعرف تفكرني نعم انا وقفت تمام فين في الحفظ عشان ما نشرحش اكتر، لان انا بعد قليل عندي موعد، فنحاول ان احنا برضه وفي نلتزم بالوقت. فاظن احنا وصلنا لحد البيت رقم كام؟ 455 وإسكان بارئكم ويأمركم طيب خلاص عشان ابقى ماشي وابقى عارف انا مشيت فين. متوش يعني 455 تمام. طيب قال وفي فأزلهما الشيطان، يقرأها حمزة منفردا فأزالهما، نعم عرفناها منين؟ الخفف، فأزل لام مشددة خففها، وزد ألفا من قبله، قبل اللام الإيه المشددة، من قبله أو من قبلها، أنا بتكلم في المعنى، إنما في النظم كتبها من قبله، لأن الحروف تذكر وتؤنث، الحروف الأبجدية تذكر هذا لام أو هذه لام، الاثنين صح. وزد ألفا من قبله فتكمل، يبقى خفف اللام وهات ألف قبلها مادية تبقى تصبح إيه؟ فأزالهما، من الإزالة، رسالة من الإزالة، نقلهم من مكان لمكان. وأما الباقون فقرأها فأزلهما من الزلل، نعوذ بالله من الزلل، يعني الإيه؟ الوقوع في الخطأ. آدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ده الكثير ده الجمهور، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا ابن كثير، ابن كثيرة، هذا ابن كثير، نعم ابن هو كثير، الذي الله يفتح، ابن كثير هو اللي بينصب، وده قال ايه؟ هو الان اشار الى قراءة الايه؟ الجمهور، وآدم الجمهور فارفع ناصبا كلماتي، يبقى الجمهور فتلقى آدم
من من ربي. ربه كلمات، تن يبقى يرفع هذا الجمهور. وآدم فارفع، أو آدم فارفع ناصبا كلمته، الجمهور زي حفص زي ورش كده. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وللمكية عكس تحوله، وابن كثير عكسها، فقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات. ما الفرق؟ تن الفرق الفاعل والمفعول. على قراءة الجمهور آدم فاعل وكلمات مفعول. آدم تلقى نعم كلمات، تلقى زيد عمرا، حتى تكون أيضا مفهومة، بخلاف أن أقول تلقى زيدا عمرو، اتعكست. يبقى فتلقى نعم آدم من ربه كلمات، كلمات فاعل، وآدم هو المتلقى، فالكلمات تلقت آدم، هي التي أنقذت آدم، أدركت آدم، هذا هو المقصود. فلا وجه لمن يطعن في هذه القراءة. ليه؟ لأن الكلمات يصح أن تكون فاعلا أو مفعولا، يصح أن تكون مفعولا حقيقة. فآدم تلقى كلمات، الله لقنه إياها، ما هو نعم آدم فاعل، ولكن قبل أن يكون فاعلا الله هو الفاعل، هو الذي أعطاه هذه الكلمات فتلقفها. نعم رميت إليك بالتفاحة، أنا فاعله، ثم أنت تلقيت، تلقى محجوب أو تلقى عصام التفاحة، واضح؟ يبقى أنت فاعل. واضح. إنما بخلاف أن أقول إيه، صدمتك التفاحة، يبقى هي اللي ضربتك، واضح؟ يبقى أنت مفعول. نعم أقول إيه، ضربت التفاحة عصاما أو محمدا، تختلف. طيب، يبقى إذن فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم تلقى الكلمات حقيقة، والكلمات تلقت آدم مجازا، الكلمات أنقذت آدم. أيوة، لولا هذه الكلمات. الدليل قوله تعالى في سورة، في سورة إيه؟ الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وإن لم لنا تغفر وترحمنا لنكنن من الخاسرين. هذه نعم الكلمات هي التي أنقذت آدم، لولا هذه الكلمات لضاع، لضاع آدم وحواء. وطالما الكلام على آدم وحواء معه، ملحقة به، النساء شقائق الرجال، اللهم سلم تمام. اللهم سلم يا رب. فهذا هو الذي نعم أنقذ إيه، الذي أنقذ آدم عليه السلام، تمام، واضح الكلام. نعم نعم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طبعا وكذلك اتفضل هناك اتفضل. وفي قراءة ابن كثير رحمه الله هنا زيادة معنى الاختصاص بأن هذه الكلمات تلقاها آدم ولم يتلقها شخص آخر. أما في القراءة الأولى قراءة الجمهور فتلقى آدم كلمات وتلقى الرسل كلمات يعني على اساس، على اساس ايه، تقديم المفعول في نعم اشاره للحصر والقصر. نعم، بارك الله فيك. ولذلك بعد ذلك هو الحمد لله الله سبحانه وتعالى صرح بها حتى يعني يتوب من يتوب، وحتى يستغفر من يستغفر، واي انسان وقع في الذنب، فهذا ادم نسي ادم فنسي زوجته، واخطا ادم فاخطا زوجته، ولكن المفتاح موجود. فليتنا ايضا ان نتذكر، لا نكتفي ونقول هو اخطا ادم وانا كمان اخطات، بس ادم تاب، انت بتبت ام لا؟ هو تاب، توب انت ايضا. هذه أي الفائده. نعم وايضا البعض هنا يتاول من بعض الغلاة المتصوفه، لا اقول الصوفيه، فيقول ان هذه الكلمات هي محمد هو رسولي وعبدي وكذا، ووجدها مكتوبه على ساق العرش. وهذا الكلام لا يصح بحال من الاحوال، لا يصح لا إسنادا ولا متنا، تمام. فيوجد تمام فرق بين الصوفية والمتصوفة. الصوفية من الصفاء، كما قال الإمام السيوطي ينسب إليه أنه قال: ليس التصوف لبس الصوف تركعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا اغتباط ولا رقص ولا طرب ولا صياح كأن قد صرت مجنونة، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض كلامه على الكتاب والسنة. فإذا هذا التصوف حقيقي سني، إنما المتصوفة فيها افتعال، متصوف مفتعل، هو ليس من الصوفية ولا يعرف شيء عن الصوفية ولا عن الصفاء، إنما هو إنسان مدنس والعياذ بالله، وادعى أنه على هذا الطريق. ففرق بين هذا وذاك. فإذا، وأيضا النصارى يقولون إن هذه الكلمات التي أنقذت آدم هو إن عيسى اليسوع. شوفها كل واحد بياخدها من من ايه، الجهه التي تناسب. ان عيسى اليسوع هو الذي فدى ادم عليه السلام وفدى ذريته،
من الايه؟ من النار، فصلب نفسه، فايه والعياذ ف بالله. يعني اتاح ان يصلب حتى يكفر عن ذنوب البشريه، معروف هذا في عقيده النصارى. وطبعا ايوه هذا الكلام ايضا غير صحيح، لا عقلا ولا نقلا ولا منطقا ولا اي شيء. يعني ايه اللي دخل عيسى اليسوع في المسيح في الموضوع؟ اذا كان يسوع جاء بعد يسوع نفسه من ذريه ادم، فكيف يعني تخلي الموضوع مش يشوش الانسان؟ وبعدين كل نفس ما كسبت رهينه، ما نعمل اي حاجه. وبعدين يقول لك لابد ان تؤمن بهذه العقيده والا هتبقى من اهل النار. طب انا ما اعرفش عنها حاجه. المهم على كل حال، خلينا عشان ما نروحش بعيد، خلينا هنا يعني اختصارا. فكل هذه الاقاويل غير صحيحه، انما الصحيح هو ايه؟ ان الكلمات هي التي ذكرت في سوره الاعراف، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بس ويقبل الاولى ان نسوا دون حاجز وعدنا جميعا دون ما الف حلا. يقبل الاولى، لماذا الاولى؟ لان هذا الموضع الوحيد الذي فيه خلاف مرتين. الاولى ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه، هيقراها دون حاجز، اللي هو ابن كثير وابو عمرو، ولا تقبل منها شفاعه. تقبل هيروح معنا يعقوب من الدره، بس مش هنتكلم عن الدره عشان ما نشوش، خلينا الان هنا. ولا تقبل منها شفاعه، لان شفاعه مؤنث لفظي ومجازي، لفظي ومجازي، والمؤنث المجازي يذكر ويؤنث، يسند إليه الفعل بالتذكير وبالتأنيث، والتذكير يفيد التقليل والتأنيث يفيد التكثير كما قال الفراء وغيره. فلو كانت الشفاعة قليلة لا تقبل. واحد يقول لك طيب هي قليلة، هي لم تقبل أنها قليلة، هنجيب شفاعة كتير، هنجيب ناس كتير كانوا معانا وماشيين معانا في الطريق. يقول لك أيضا ولا تقبل منها شفاعة، لا قليل ولا كثير. الموضع الثاني ليس فيه خلاف، لان الثاني بيقول ايه؟ ولا يقبل منها عدل، عدل مذكر، فلا يصح فيه الا التذكير. طيب وعدنا جميعا دون ما الف حلا، وعدنا في كل القران في قصه موسى، شوف هنا مقيد، ولذلك استدركوا على الامام الشاطبي فقالوا ليته قيدها بقصه موسى. ليه؟ لان في مواضع فيها الوعد وليست في قصه موسى، وليس فيها خلاف بين القراء. وبالتالي كان ينبغي أن يقيد، أن يقيد ويقول إنها في قصة موسى عليه السلام، اللي هي إيه؟ ثلاثة مواضع، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، موسى 40، هذه قراءة الجمهور، وعدنا من المواعدة ففيها مشاركة، وعد موسى ربه المجيء ووعده ربه الكلام. والبعض قال وعدنا بالمفعلة بهذا الوزن ويقصد بها من طرف واحد كما يقال عاقبت اللصة. طيب تعال نشوف قراءة أبي عمرو، وعدنا من الوعد، وبعدين الموضوع الثاني في العرف، ووعدنا موسى، ووعدنا موسى العرف، وأيضا في طه ووعدناكم، وبعدين يقرأ إيه؟ يقرأ أبو عمرو ووعدناكم، والبقون ووعدناكم، وهنشوف برضو هناك من يقرأ ايه؟ ووعدتكم جانب الطور. هنشوف برضو الكلام ده لسه يجي في موضعه في الفرش ان شاء الله، حمزة بقى وكسر. طيب فتعين البقين قراءة لزوت الله، وإذ كانوا بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل على الدوري مختلسا جلا. هذه الكلمات الست نلاحظ أنها كلها براء، كلها راؤها مضمومة إلا واحدة اللي هي بارئكم، بارئكم براء المكسورة، والباقي يأمرهم تأمرهم ينصركم يشعركم، خمسة، والسادسة بارئكم براء المكسورة. كل القراء يقرؤون الكلمات الخمسة بالضم الراء حيث وقعت، ويقرؤون بارئكم بكسر الراء، إلا مين؟ قال وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا وإذ كان بارئكم. إذن إلا أبو عمرو، عرفنا منين؟ قال لك لأنه قال له، والكلام يعود على أبي عمرو، إذ كان بارئكم ويأمركم له، يبقى إذن بارئكم، والهمزة ساكنة ومحققة بلا خلاف، يأمركم. طيب السوسي بيبدل، يبقى يأمركم يأمرهم الدوري. طب السوسي يأمرهم تأمرهم
الدوري. طب السوسي تعمر. تأمرهم بالإبدال، السوسي هو الذي يبدل. ينصركم يشعركم وما يشعركم. خلاص اتفقنا. تمام. وهذا هو مين؟ هذا هو أبو عمرو. وتكلمنا عن الدوري أبا والسوسي، ولكن الدوري له وجه آخر ألا وهو الاختلاس. بارئكم عمل إيه؟ بدأ يقول بارئ، الهمزة هذه هي دي فيها همزة، هذه الخلاف ليس في الراء، الخلاف في الهمزة. واضح معايا؟ الخلاف في نعم. الهمزة في هذه الكلمة. الخمسة كلهم ضم الراء أو إسكان الراء، وأما بارئكم الكلام على الهمزة، نعم فالهمزة هنا أبو عمرو هيسكن، إلا أنه لا يوجد إبدال. يعني ما قلتش ده السوسي بيبدل، لا السوسي استثناء، الكلام ده فات معانا في الأصول. بارئكم. طيب الدوري له وجه ثاني، نعم له الاختلاس. بارئكم، بارئكم النطق بثلثي الكسرة، ثلثي الحركة. بارئكم أيضا يأمركم، يأمرهم، تأمرهم، ينصركم، يشعركم، يشعركم بسرعة كده. وطالما اختلست هتفخم، طالما اختلست الراء هتفخمها، لأنك أتيت ببعض الحركة، والحركة الضم، وهذه الحركة مستحقة للتفخيم، وهي سبب التفخيم. إذن الخلاصة، هذه الكلمات الست الجمهور بضم الراء وكلمة بارئكم، الجمهور بكسر الهمزة، وأما السوسي فيعمل إيه؟ يسكن وجها واحدا، وأما الدوري فله الوجهان الإسكان والاختلاس، والاختلاف. الإسكان والاختلاس. واضح؟ نعم. بالنسبة لتفخيم الراء، مفخم قولا واحدا أم يجوز كذلك الترقيم؟ وجها واحدا، وجها واحدا. وجها واحدا إذا كانت مضمومة أو مختلسة، مختلس. أنا إنما على إذا كانت المختلسة. ساكنة فينظر لما قبلها. أها. يأمركم مفخمة مسبوقة بضم، يأمرهم مفخمة، تأمرهم مفخمة، ينصركم مفخمة، يشعركم مرققة مسبوقة بكسر، هذه أيوه أيوه يشعركم مرققة. إنما إذا كانت مختلسة فهي مفخمة، يشعركم. تمام واضح؟ هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، واضح. وصلي. وكلها لغات عربية، كلها لهجات عربية. هذا أيوه وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم تعالى السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.